طب يا دكتور، كان في حالة أجنبية اتكلمنا عنها طبعا، أو اتكلمت عنها الصحافة بشكل عام، إن كان في رصد لحالة شخص أجنبي في مصر حاضن للفيروس. كيف تم التعامل مع هذه الحالة، وحضرتك ممكن تقول للناس إيه عنها؟ خليني اطمن حضرتك. اولا هو حالته الصحيه مستقره تماما، هو حامل فيروس الكورونا، جاءت نتيجه الفيروس ايجابيه ولكن لم يظهر عليه اي اعراض، وكاجراء وقائي احترازي فور الاشتباه بحالته احنا ابلغنا منظمه الصحه العالميه بده، وده اللي اشادت به المنظمه في شفافيه الحكومه المصريه للتعامل مع الموقف ده، وخدنا الاجراءات الوقائيه والاحترازيه حياله وحيال المخالطين له. بالنسبة للشخص نفسه، هو شاب بيبلغ من العمر 33 عام، بمجرد ظهور نتيجة فيروس كورونا إيجابية فهو حامل للفيروس وليس مصاب لأنه لم يظهر عليه الأعراض. تم نقله للمستشفى المخصص للعزل، احنا بنتابعه صحيا يوميا وبنطمئن عليه، بنقيس درجه الحراره كل 8 ساعات، موجود تحت الرعايه الطبيه الكامله، ولكن حتى هذه اللحظه بؤكد لحضرتك انه لم تظهر عليه الاعراض وحالته الصحيه مستقره تماما، وقريب جدا ان شاء الله يعني نطمن حضراتكم عليه ان هو تعافى. طب الناس المحيط اللي كان حواليه، سواء مثلا جيرانه، زمايله في الشغل، او ايا كان الاماكن اللي هو كان بيتعرض ليها، هل مثلا مطلوب منهم ان هم يتبعوا اجراءات وقائيه معينه مثلا؟ بالنسبة لجميع المخالطين له، فاحنا تم حصرهم سواء في أماكن العمل أو في أماكن الإقامة، وأولاً عملنا لهم تحليل بي سي آر لفيروس الكورونا، والتحليل المعملية الفيروسية كلها ليهم كلهم الحمد لله امبارح انتهينا منها، وجاءت نتائجها كلها سلبية، ولكن كإجراء احترازي احنا قمنا بعزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم، والعزل الذاتي ده بيكون تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بيتردد عليهم فريق طبي بيديهم كل الإرشادات الصحية، وأيضا بيتردد عليهم علشان يتابعهم طبيا، لكن حالتهم مستقرة تماما، وأيضا المبنيين سواء مبنى العمل أو مبنى الآخر تم تعقيم تعقيم كامل. لكن دكتور خالد، حضرتك يعني الحمد لله مطمن، وبطمن مشاهدينا في صباح الورد. مطمن المشاهدين، وإن شاء الله يعني مصر تفضل أقوى بإذن الله. آخر سؤال دكتور خالد، هو بعيدا شوية عن كورونا، لكن ملاحظ في بعض الشوارع في كتير من مصر حملات لتطعيم الأطفال من يوم لخمس سنوات، بنبلغ مشاهدينا في صباح الورد، هل الناس تروح تطعم أولادها ولا الوزارة هتوصل لهم؟ بنناشد كل المواطنين إن هم يتوجهوا. بالأمس معالي الوزيرة الدكتورة هالة زياد أطلقت حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم لعمر خمس سنوات، الحملة دي بتستهدف 16.5 تطعيم 16.5 مليون طفل بالمجان، موجودين في كل مكان، فرق ثابتة في المساجد والكنائس والنوادي، فرق متحركة بتجوب الشوارع في الريف من منزل إلى منزل، هدفنا إن احنا نوصل لكل الأطفال، هدفنا إن احنا نحافظ على مصر خالية من شلل الأطفال زي ما هي خالية، زي ما منظمة الصحة العالمية أعلنت 2006 إنها خالية. ده برنامج تطعيمات دوري بنعمله كل عام علشان نوصل لان احنا نحافظ على مصر خلال ان شاء الله الاطفال، ونتاكد من ده ونفضل على ده ونحقق رؤيه القياده السياسيه في الحفاظ على مصر والحفاظ على اطفالنا وتحقيق اهداف التنميه المستدامه. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، كنت معنا على التليفون من القاهره. مجهود كبير بتقوم بوزاره الصحه يعني صحيح. غير كورونا في حملات للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال، شغل كويس بصراحه بيحصل في مصر. بالظبط كده، فاتمنى ان تكون الناس بقى اطمنت وهديت كده، لانه everything's under control زي ما بيقولوا، كله تحت السيطره. صحيح.